إذا تحية طيبة مشاهدينا ومرحبا بكم في بث مباشر جديد من مدينة الدار البيضاء وبالضبط من الدرب الكبير درب العفو. اليوم معنا هذا السيد كيف كتشوفوا متزوج عنده 4 ديال الوليدات ساكن في هذا البيت، يعني بيت صغير جدا كيف كنقولوا قد العش، الله يحسن الوان. كتشوفوا معنا اذا هاد السيد كان كسال في الحمام مده 20 سنه هو خدام في الحمام، يعني مول المحل مول الحمام ما كانش كيخلصو، كان تيتخلص من عنده دوك الناس اللي كان كيحك كل يوم. وهاد السيد شاءت الاقدار كان بالحفه، كان كيكرر الماء كيف كنقولوا، دخلوا ليه شي زوارات وشي يعني ماكينه ديال الحسانه في رجليه، تاثر ومرض الزحاف كي كتشوفوها العكاز ديالو ما عقلش عليه مول الحمام. فبقاو معنا مشاهدينا نعرفوا القصه ديالو بالتفصيل. مرحبا بك سيدي. يا سيدي شويه الحمد لله. عرفنا على المشكل فوقاش بديتي الخدمه مع هذا السيد، ما كانش داير لك، ما كانش كيخلصك، ما كانش داير لك معترف بك الضمان الاجتماعي. نعم. واخا سيدي تفضل. السلام عليكم خوتي، انا كنت خدام في الحمام كسال في درب العفو، حمام الزموريه، مع السيد اللي كان الباطرون ديالنا عمر المهراوي. لا ما تذكر الاسماء ما تحتاجش. في حمام الزموريه خدمت معاهم 20 عام هاد وانا خدام معاه في الحمام كسال، كنحك للناس. واحد النهار تقاسيت في رجليا بزيزوار، رجليا بجوج هبطت على ماكينه ودارت ليا شي ميكروب في رجليا، ومشيت عند مول الحمام قلت ليه ودي راه ها كاين وهاكاين راني تضربت داكشي، كيقول لي سير دير التحميره ولا ودير الدواء الحمر، وخرجني 2 عام وانا مليوح وما كاينش اللي كيصرف عليا وما كاينش اللي كيعطيني حتى شي حاجه. هو ملي لاحني خلاني مليح ما عمرو جا طلع عليا، 2 عام وانا مليوح وكيهز بيا العود 18 طن ديال العود اللي كيخوي بيا، يعني كتخدم بالعود الناس وكيخوي كيخلصك داكشي، كيقول لك داكشي خلصكمش نتوما كامل الكسالة. داكشي اللي حكينا الا جاب الله، هي هذيك ما جابش الله كنخلصو، كيخوي بيا الرماد ويهز بيا العود 18 طن كيخوي بيا ديال العود في كل 15 يوم، وانا راه ضرب معاه دابا 20 عام وما عقلش عليا والو. واحد النهار هو يصيفط لي واحد السيد، مشات عند واحد الصحفيه دوات معاه، ملي دوات مع هذيك الصحفيه ويجي عندي عيط ليا في التليفون ويقول لي نور الدين، قال لي غنصيبط لك واحد السيد عطيه فوتوكوبي. جا عندي داك السيد خدام معنا عطيتو ديك فوتوكوبي، قال لك راه غندخلها لك لاسورانس باش يعطوك فوتوكوبي ديال لاسورانس. مشات عطيناها ليه ودازت واحد يومين هو يتراجع عليا ويقول لي راه ما بغاوش يدخلوك لاسورانس، قال لي انا ما عندي ما ندير لك، سير جري جهدك، قال لي انا راه عندي النفوذ وعندي الفلوس سير. ومشى دخل لواحد الجمعيه قال لك باش تحميه، وانا راه ما يحميني على الله سبحانه وتعالى، عندي الله سبحانه وتعالى وسيدنا، هما اللي كنترجاهم باش يوقفوا معايا هاد الناس ضد هاد السيد. انا ما عندي باش نواجهو، ملي خرجت هذيك هي الحرفه ديالي ديال تكسلت، وملي ما كاينش اللي كيطلع عليا والو الا بعض الاصدقاء تنحك لهم كيجيو يطلعوا عليا هنايا، وهذاك السيد راه طاغي عليا، انا ما عنديش باش نواجهو. انا دابا حاليا كنطلب التعويضات ديالي والحق ديالي، شي اللي كنطلب منه ما كانش كيخلصني، هو كيستافد مني كيحكي دليل انك خدمتي معاه 23 سنه. لا يا طال الله اللي سولتيه يقول لي نرديني، يقول لك كان خدام معاه في الحمام، كاينش نجيب ليه حتى 100 واحد. هذاك السيد الموقع كاينين الحمد لله، الناس عارفيني خدام معاه في الحمام. واخا المشكل ديال كيفاش سحبتي ما بقيتش قادر. دابا سحبت راه ما نقدرش نوقف على رجليا، دابا مع داك زيزورات وداك الميكروب اللي طلع ليا، ها رجليا كيفاش كانوا هما كتشوفوا فيهم كيفاش كانوا، ما كنقدرش. دابا حاليا راه عامين ما خرجتش من الدار، عمري كتساعدني المرحاض، عامين هادي ما خرجتش، ما نقدرش نوض وما كنقدرش نهبط على رجلي. انا ما كرهتش يديروا لي شي عمليه، فتحوا لي رجلي من التحت ما كرهتش، ولكن الغرب الله ما عنديش. دابا عندي 4 الوليدات، واحد عنده 10 سنين، واحد عنده 6 سنين، وواحد عنده عامين، والدريه الكبيره اللي راه هي. واخا سيدي باش نعرفوا حتى المشاهدين نعم الحاله اللي كتعيش فيها ايضا، فانت كتعيش في هذا البيت. المساحه ديالها صغيره بزاف، 3 متر في 2 متر، 3 متر في 2 متر. عندك انت 4 الوليدات، 4 الوليدات كيفكم كاملين، حنا 5 دابا هنا، والدريه هما وركي وركي تما. شوف راه كلشي وليداتك راهم كينعسونا. لا كينعسوا كلشي في الارض، مع شي حويجات كنديرهم تما وصافي. إذا مشاهدي قناة شوف تيفي، باش نعاود نذكر بالنسبة للناس يلاه التحقوا بينا، هاد السيد كان خدام في واحد الحمام في الدرب الكبير مدة 20 سنة، ما كانش معترف به مول المحل، مول الحمام عفوا، يعني ما كانش كيخلصو، كان كيترزق على الله، خدام عادي بعرق كتافو كيف كنقولوا. فشاءت الاقدار انه تصافر رجيلاتو، دخلوا ليه الزيزوار ماكينه الحسانه كان بالحفه، فسحف من رجليه ما بقاش قادر حتى ينوض على رجليه مده 2 سنين. عمره ما جا طلع عليه. انت بقى فيك الحال ضروري. دابا ولادي دابا ما عندي ما نوكلهم، ما صيد ما نوكلهم والو. داك عرفوا عليه بعد خوتك. واخا سيدي شنو هي التعويضات اللي باغي من هذاك السيد؟ هو يعطينا حق ديالي، الحق ديالي كنطالبها بحقي. السيد تاغي عليا وما غاديش نقدر نواجه لا في المحكمات ولا بشي حاجه، لا تاغي عليا، عنده نفوذ وعنده فلوس هو باش مشى دخل شي جمعيات هي باش توقف معاه. هاد الناس ما خصهمش يمشي يوقفوا مع واحد الانسان اللي هو لاباس عليه، يوقفوا مع الناس اللي ما عندهمش. اللي أنا عندي الله سبحانه وتعالى، أنا ولادي دابا ما صبتش الكراو الماء والضو والكرا ما صيبش نخلصو. شحال أنت كتخلص الكرا؟ المهم الكرا شوية كنخلص ديك، بحال كتقولي ديك في العام كنخلص ديك 16 17 كاري رخيص. ما قولي في العام كتخلص 16 ريال. كارين شوية دابا، كارين قديم وداكشي. واخا سيدي باش كتعيش هاد الوليدات؟ عندك 4 الوليدات ما خدامش، والزوجه ديالك حتى هي ما خداماش. والله بعض الناس، بعض الاصدقاء هما اللي كيجيو عندي كيطلعوا عليا، هما اللي كيعرفوا كنحك لهم في الحمام وداك الشيء، كيجيو يطلعوا عليا باش يربوا عليا باش كنوكلهم. دابا راه الماء الدور، راني واحد في الماء الدور كيجيني 4000 ريال، ما كنفكر دابا باش نخلص. والوليدات هما راه قلت لك عندي واحد عنده 10 سنين، وواحد عنده 6 سنين، وهذاك الدري عنده عامين، والدريه راه جبوجه. الغلط اللي كاين هو انك ما عندكش الوثائق اللي كتدلي انك خدام فيها عند هذا السيد. باش غادي تاخذ حقك وانت ما عندك حتى شي ورقه معاه؟ برجل الله سبحانه وتعالى يشوف هاد الناس، يشوفوا من حالي ويتعاونوا معايا على السيد هذا. إذا مشاهدي قناة شوف تيفي الرقم ديال هاد السيد هو 0659 52 74 24 81. نعاود الرقم 0659 52 74 24 81. السيد اللي كيسول واش كان خدام في فران ولا حمام، كان خدام سيدي في الحمام. تصابت يعني تصابوا ليه رجليه بجوجهم بماكينه الحسانه كيف كنقولوا، فتعطب وما بقاش قادر حتى ينوض. صحات مده 2 سنين هو صحات، ما تيقدر حتى ينوض للحمام. فالله يجازيكم بخير، حاولوا تتعاونوا معاه، يعني ما عندوش شي ورقه تدلي انه فعلا كان خدام مع هذا السيد. حاولوا تواصلوا معاه، ساعدوه، الله يجازيكم بخير. الرقم ديالو هو 059 72 24 81. نعاود الرقم دائما 0659 72 24 81. واخا سيدي شنو النداء الاخير والطلب الاخير ديالك اللي توجهوا للمشاهدين ذوي القلوب الرحيمه اللي كيشاهدوا والناس اللي كينتظروا فيها وكيشوفوني؟ انا الغرب الله ما عندي لا مدخول لا والو، ما عنديش الا الله سبحانه وتعالى، ما كاينش اللي كيروح فيا دابا السبتة الغرب الله. وكنطلب من هاد الناس محسنين ولا كان شي حاجه يتعاونوا معنا تيفرج عنا الله. دابا الوقوف ما كنقدرش نوقف، كنت نوقف ونمشي، كون راني نمشي نخدم ندمر على راسي، ولكن داك الوقيف ما عنديش، راني سحبت الاعضاء ديال رجليا، راه كاينين شي واحد في رجليا ماتوا عليا، ماتت عليا رجليا، راه ميتين عليا بمقاطع وداكشي باش كنا كنسيقو رجليا، كنسيقو بمقاطع رجليا، راه اعضاء كاينين ميتين عليا. دابا انا يجيو كاع يدوني للسبيطار ويشوفو، ولكن الله بالله. إذا نعاود دائما نذكر بالمشاهدين بذوي القلوب الرحيمة باش تعاونوا هذا السيد ولو بالكلمة الطيبة ولو بالمساعدة المادية. الله يجازيكم بخير. دائما الرقم ديالو هو 0659 72 24 81 0659 72 24 81.